العقلانية والواقعية والوعود اللي قابلة للتحقيق. المحافظة على قيام الثورة، ثاني مقياس هو استمرار وجود الديمقراطية في تونس على مدى السنوات القادمة بل على المدى البعيد جدا، واحترامه لحقوق الإنسان والعمل بصفة عامة. أكثر حاجة إنسان يكون نظيف، إنسان معروف بتاريخ نضال، إنسان زادة عنده كاريزما، زادة تحب ولا تكره اليوم رئيس دولة، هذا لازم عنده الهيبة اللي ديما نحكيو عليها. كشفت على مدى معناها الضعف الخطاب السياسي في تونس، ما فماش خطاب سياسي مقنع، وما فماش رجل انا حسب ما اللي شفتهم اقنعني، فماش حتى اللي نحسها، حتى اللي يحكي كل واحد يحكي من جنبه، معناه متاع انسان انتخبني ومن بعد يرحم ربي. غيرت لي بعض الافكار، كنت انا كانت عندي تحفظات على بعض اشخاص تغيرت لي، وكانت ثم الاعلام سامحه الله انفخ في صورة البعض وتفه البعض الآخر، ولكن المناظرات هذه كان عندها الفضل أنها كشفت كل إنسان وكل مترشح على حقيقته. اكتشفت كما قلت لك، خلتني نقتنع باختياري، واكتشفت زادة فما أشخاص نورمالمون كان نعطيهم فرصة، أما المشكلة أنت يزمك تختار واحد برك.